بفضل الله تعالى في طبعا صحوه علميه متميزه جدا في جامعه الوادي الجديد تحت رئاسه الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعه، واللي بيوفر طبعا مناخ جيد جدا للبحث العلمي وتشجيع الباحثين والعلماء وخاصه كليه العلوم بقياده الاستاذ الدكتور رضا حسين عماد. الكليه بنقدر طبعا في يعني هناك صحوه علميه لعمل ابحاث متميزه جدا تفيد البيئة والمجتمع المحلي بمحافظة الوادي الجديد. هنتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا يخص محافظة الوادي الجديد، وهو طبعا خام الفوسفات. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الوادي الجديد تحظى بأكبر مخزون طبيعي لخام الفوسفات في مصر، ومن أهم طبعا الدول العربية لإنتاج الفوسفات على مستوى الوطن العربي بعد المغرب. الفوسفات طبعا خامة اقتصادية هامة جدا جدا، لأنه يستخدم كسماد للأراضي الزراعية. طبعا للأسف أن خام الفوسفات خام لا يذوب في الماء طبعا، ويذوب طبعا بعد التصنيع، يعني بعد تصنيعه وفك الروابط اللي موجودة في معدن الفوسفات يمكن بعد كده إذابته في الماء وامتصاصه عن طريق النبات بمنتهى البساطة والسهولة. ولكن طبعا ده يعني تكلفة عالية جدا، عشان كده بنلاقي سعر السماد غالي او عالي الثمن يعني بشكل كبير. طبعا كان لابد ان يكون في حل لفك شفره اذابه الفوسفات بطريقه اسهل واخف شويه من الطرق التقليديه او طرق التصنيع الموجوده حاليا في مصر او في العالم عامه يعني. فيعني الحمد لله عن طريق جامعه الوادي الجديد بالاشتراك مع الساده الدكتور رجب جمعه من جهاز شؤون البيئة بالفيوم، كانت فيه طريقة طبعا مبتكرة وطبعا حاليا يتم دراستها وعمل تجارب ليها، وهي طريقة إذابة الفوسفات بالكائنات الحية، وهي عبارة عن إضافة بعض الكائنات الحية لخام الفوسفات. يتم طبعا فك الروابط اللي موجودة بين معادن الفوسفات وبعضها، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل إذابة للفوسفات بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يعني معانا مثلا بعض العينات اللي تم إذابتها، دي بعض العينات اللي تم إذابتها عن طريق إضافة الكائنات الحية، وحاليا طبعا بنقوم بعدد كبير جدا من التجارب لمدى فاعلية التجربة ومدى كفائتها، والحمد لله وطبعا وصلنا لنسبة كويسة جدا تصل إلى 70% من نسبة إذابة الفوسفات عن طريق التصنيع التقليدي عن طريق الأحماض وخاصة الحمض الكبريتيك المركز. طبعا الطريقة ما زالت تحت التجربة، ويعني الحمد لله بنشوف يعني ان فيها نسبة كبيرة جدا من النجاح تصل لسبعين في زي ما حضراتكم عارفين. مميزات الطريقة بتاعتنا دي إذابة الفوسفات بالكائنات الحية، أهم ميزة طبعا ليها ان التكلفة قليلة جدا. الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل تحضير للكائنات الحية اللي موجودة الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة اعمل تحضير ليها في المعامل اللي داخل الجامعة، وبعد كده بإضافة هذه الكائنات الحية المحضرة على خام الفوسفات يمكن إذابته خلال مثلا اقل من شهر تقريبا، وهتكون نسبة تكلفة قليلة جدا. الحاجة التانية ان الكائنات الحية نفسها دي اساسا مخصبة للتربة، فطبعا نسبة الضرر للتربة تكاد تكون منعدمة جراء إذابة الفوسفات عن طريق الكائنات الحية. وطبعا دي التجربة ان شاء الله خلال عام تقريبا هنكون انتهينا من اختباراتها وانتهينا من التقييم النهائي ليها، ودي ان شاء الله هيكون لها صدى كبير جدا بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد ومحافظة مصر عامة، وهي طبعا هتوفر بنسبة كبيرة جدا تكلفة السماد المستخدم، وان شاء الله ده يكون يعني الخام الفوسفات اللي موجود في الوادي الجديد نقدر نحوله لسماد عضوي يمكن استغلاله داخل الارض، وبنوفر طبعا مسافات كبيرة جدا خلال نقلها او تصديرها للخارج، وان شاء الله هتكون تجربة بإذن الله فعالة ومجدية بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد.